عيال الديرة، أبنائي وبناتي، أهلا ومرحبا بكم بهذا اليوم الجميل وهذا اللقاء. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا بناخذ ميكروفون ايش؟ اي نعم، احنا الكاميرا اللي شايفتها ممكن تطلعين ويانا ماما. الكاميرا اللي شايفتها هذه كاميرا برنامج فكر واربح، يعني فكر واربح ولا برنامج تلفزيون؟ احنا مستأذنين مخرجكم خالد السيف، وهذا شيء من وراي، يعني الشغل هذا. احنا بنسألك سؤال قبل ان نسألك السؤال هذا. انت بعد هالعمر الطويل ماما مع الاطفال، شنو اللي استفدتي باختصار؟ شو استفدت؟ استفدت حب الناس كلها، حب الكويت كلها، حب انه الناس كلهم اللي شافوا ماما نيسة فرحوا. هذه اكبر نعمه من الله سبحانه وتعالى، وانا ابادلهم الحب اضعاف المضاعف. احنا من خلال متابعتنا لبرامجك ماما نيسة قاعد نشوف تركزين وايد على الكويت وعن التواريخ الكويت، لكن احنا بنسألك سؤال تاريخي. اركز في لحظة عشان اجاوبك على الكويت. احنا بالكويت ايش لنا شغل غير الكويت؟ اذا ما نكون احنا نعطي عطائنا من اجل الكويت ما فينا فايدة. انا باغرس حب الكويت والولاء للكويت وشرعيتها. اذا تسمح لي، في نفوس اطفال الكويت وعيال الكويت صغار وكبار. بالمناسبة اذا تسمح لي اقول، لما كانت الكويت تحت الاحتلال، الحمد لله والشكر، يعني هذه كلمات طيبة للرئيس الأسبق بوش، قال من الأشياء اللي احنا خلتنا نعمل على مساعدة ومساندة الكويت، انه احنا لقينا الكويت تحرص على بناء الإنسان الكويتي عن طريق العلم، سواء صغير او كبير. بنفس الوقت لما طالبنا احنا الكويتيين وكنا النادي سواء داخل الكويت وخارجها، نبي الكويت، ما قلنا نبي الكويت وبس، قلنا نبي الكويت وشرعيتها. ايضا بوش قال بمعنى انه مساندة الكويت ومطالبتها بالارض والشرعية دليل على حب الانسان الكويتي لوطنه وانتماء الى شرعيته. هذه ايضا من الاشياء اللي ساعدت على حب الكويت، لذلك لازم احنا نغرس هذا الحب في نفوس الكبار والصغار. واحنا ماما بنسألك سؤال شعبي وقديم بعد الكويت، اللي يصنعون الزبيل قبل يسمونه. ما يخالف، امك كبيرة بالعمر، يعني ما راح اخجل من عمري. ها، اللي يسوي الزبيل هو اللي يسوي الزبيل، يسوي المهفة، احنا نسميه الخصاف، بس هو يقوم بعملية سف الحصير، سف، فيصنع الزبيل عن طريق السف، انما يسمى الخصاف. يعني اكون اجبتك اجابة صح ولا لا؟ صفقوا على ماما نيسة، اجابة صحيحة. ماما احنا يسعدنا ان تسحبين جائزة. جائزة من بين يعني هم لي جائزة بعد؟ نعم. تفضل، خل اشوف، افتحها اشوف عشاني. انا ما ابي جائزه، جائزه انكم فكرتوا تجون تشركون ماما معاكم بس. شكرا لكم. شكرا حبيبي، شكرا، الله يعطيك العافيه. لا انا في اسم البرنامج اعيد من الاول تقديم.